السلام عليكم. المحاضرة رقم 15 للمرحلة الثانية طب أسنان. اليوم محاضرتنا هي عن الماوث والبالت والتونغ. الماوث أول شيء يبدي باللبس، الشفتان. اللبس هن عبارة عن two fleshy folds that surrounds the oral orifice. إذن إحنا بالبداية عندنا oral orifice، عندنا فتحة فمية. هاي الفتحة الفمية تحيط بيها قطعتين أو طيتان مصنوعتان من اللحم. Fleshy folds معناتها طيات لحمية. كم وحدة؟ Two. Surrounds منه the oral orifice. زين. Covered on the outside by skin. Lined on the inside by mucous membrane. إذن من برا تكون مغطاة بالجلد، ومن جوا تكون مبطنة بميوكس ممبرين. من برا سكن، من جوا ميوكس ممبرين. السبستنس اوف ذا ليبس يعني هي اللي دا ينطي شكل الشفة، اللي دا يعطي الاركيتكتشر مالتها، التكستشر مالتها، شكلها، حدودها. من شنو متكون؟ متكون من عضلة الاوربيكولاريس اورس. اذن اولا The substance of the lips، المادة اللي تتكون من عندها اللبس، هي عبارة عن orbicularis oris muscle. بالإضافة إلى ذلك the muscles that radiate from the lips into the face، بالإضافة إلى العضلات اللي تشع أو تطلع أو تتجه من اللبس من الشفتان إلى داخل الوجه. فإذن عندنا نقطتين تكون لنا substance مال اللبس، اللي هي الاوربيكولاريس اورس، واللي هي المسلز ذات راديييت فروم ذا ليبس انتو ذا فيس. بداخل اللبس شكو؟ اكو راح نلقى الليبيال بلود فيسلز، راح نلقى نيرفز، راح نلقى كونكتيف تيشو، بالاضافه الى ماني سمول سليفري جلاندز. لاند مارك موجود على اللب كلش مهم، اسمه الفلترم. الفلترم هو عبارة عن شالو vertical جروف، اذن هو عبارة عن جروف عمودي ويكون شالو مسطح، يعني مو فد شي عميق. موجود بالميد لاين مال الاوتر سيرفيس مال الابر لب. احنا عندنا الابر لب هذا شكلها. الفلترم هي هاي المنطقة اللي توصل للأنف. هذا هو الفلترم، هو عبارة عن vertical عمودي ويكون shallow، عبارة عن vertical groove shallow in the midline of the outer surface of the upper lip. زين، خلصنا من اللب. من تنفتح اللبس راح يجينا شنو؟ راح يجينا الأورال كافيتي. والأورال كافيتي هو مثل ما دي يقول لك، هو عبارة عن كافيتي، عبارة عن تجويف، عن فراغ يمتد ما بين اللبس لحد الفارنكس من الشفتان للبلعوم. هذا كله يسموه أورال كافيتي، ويتقسم إلى اثنين، فيستيبيول وماوث كافيتي بروبر، أو يسموه ماوث بروبر. الفيستيبيول هو شنو؟ بكل بساطة هي المنطقة المحصورة ما بين الأسنان والجدار الداخلي مال اللبس، ما بين الجدار الداخلي مال الشفتين والأسنان. هذا الفراغ هو يسموه الفيستيبيول. إذن the vestibule lies between the lips and the cheeks externally and the gums and the teeth internally. راح نلقى بالفيستيبيول شنو؟ راح نلقى الميوكس ممبرين مال اللبس، الجدار الداخلي اللي هو متكون من الميوكس ممبرين مال اللبس. راح نلقى الميوكس ممبرين مال التشيكس مال الخدود. راح نلقى الأسنان وحدة طابقة على الثانية، وراح نلقى الجمز، راح نلقى اللثة أيضا. فهاي المنطقة اللي قبل الأسنان من تكون الأسنان مطبوقة، هاي المنطقة هي صح يعني مو فراغ كبير، لأن أنت من تكون ساعد حلقك هو تقريبا يعني ما بي ذاك السبيس الكبير، بس هم يعتبروه سبيس ويعتبروه فد structure من الأورال كافيتي، ونطوه تسمية
الفاستيبيول. زين، من يكون الجوز when the jaws are closed، الفاستيبيول يسوي communication، عنده communication ويا الماوث بروبر behind the third molar tooth on each side. إذن ورا آخر سن موجود بكل فك أكو نقطة اتصال ما بين الفاستيبيول والماوث بروبر. طبعا الفاستيبيول تفتح ب الباراتيد سليفري جلاند. The duct of the parotid salivary gland opens on a small papilla into the vestibule opposite the upper second molar tooth. الفتحة مال الدكت مال parotid salivary gland هي تكون بصف ال second molar tooth. هاي بالنسبة للفستيبيول ومكوناته. بالنسبة للماوث بروبر، الماوث بروبر has a roof and a floor، يعني عنده سقف وعنده أرضية. الروف مالته راح تكون مكونة من البالت اللي هو سقف اللسان، وسقف اللسان يتكون من قطعتين. هارد بالت، الجزء الأمامي من سقف اللسان هو عبارة عن هارد بالت أو سقف اللسان الصلب، والجزء الخلفي مال سقف اللسان يتكون من سوفت بالت. بالنسبة للفلور of the mouth proper، من شنو يتكون؟ راح يتكون أو راح نلقى بي السبماندبلر دكت مال السبماندبلر جلاند اللي هي راح تفتح بالفلور of the mouth on the summit of a small papilla on either side of the frenulum of the tongue. الفرنيولم مثل ما قلنا هو عبارة عن خيط أو عبارة عن تذر أو رباط يربط اللسان بالفلور of the mouth. يعني بالضبط إذا أنت ترفع لسانك راح تشوف أكو فت خيط يمتد من نص اللسان ويربطه بالفلور of the mouth. على جانبي هذا الفلترم راح تلقى الفتحات مال السبماندبلر دكت اللي هي تابعة للسبماندبلر جلاند. بعد إيش نلقى بالفلور of the mouth؟ راح نلقى السب لينجوال جلاندز، الفتحات ايضا مالتها راح تكون موجودة هناك. ف the sublingual gland projects up into the mouth producing a fold of mucous membrane يسموها السبلينجوال فولد. راح نشوف ايضا بالفلور مال الماوث اكو مثل الطية سبلينجوال فولد. هاي السبلينجوال فولد هي سببها السبلينجوال جلاند. ايضا لها اسم يسموها بلايكا سيميلوناريس. بلايكا سيميلوناريس. من خلال هاي السبلينجوال فولد الدكتات مال السبلينجوال جلاند تطلع من عندها. numerous ducts of the gland open on the summit of the fold. هنا راح تصير الدكتات مالتها. بالنسبة للميوكس ممبرين of the mouth، بالفستيبيول الميوكس ممبرين is tethered to the buccinator muscle by elastic fibers in the submucosa that prevent redundant folds of mucous membrane from being bitten between the teeth when the jaws are closed. اوكي، شنو معناتها الجملة؟ هسا احنا قلنا الفستيبيول هو عبارة عن الفراغ اللي ما بين اللبس والتيث، اللي ما بين التشيك والتيث. قلنا راح نلقى بيه الميوكس ممبرين مال اللبس، قلنا راح نلقى بيه الميوكس ممبرين مال التشيك. الميوكس ممبرين هذا هو يعني بحد ذاته هو عبارة عن ممبرين من الممكن ان يكون لك طيات. هاي الطيات اذا انت ما رابطها بطريقة جيدة فد تكوين تشريحي معين، من الممكن انه تدخل تصير بين الاسنان، ومن تغلق الجو مالتك، من تغلق الفكوك مالتك، من الممكن ان تعضها. وهي تصير احيانا، وايد تصير حالات انه اثناء الاكل اثناء الحكي واحد بسرعة او بطريقة غير لا ارادية يعض جزء من الميوكس ممبرين مال الخد مالته. ف
فلهذا السبب الميوكس ممبرين مال هاي المنطقة تكون مربوطة تذرد، يعني مربوطة أو متصلة بيمن بالباكسينيتر مصل. الباكسينيتر مصل اللي هي المصل اللي موجودة بالتشيك بالخد، بواسطة شنو؟ بواسطة إلاستيك فايبرز، ما ربطوها بغير نوعية من الفايبرز، لا إلاستيك فايبرز، على مود حتى تعطيها القابلية انه من الممكن انه تتمطى، من الممكن تتوسع براحتها، هذني إلاستيك فايبرز مثل إلاستيك. وهذين الإلاستيك فايبرز تكون موجودة بالسب ميوكوزا، يعني تحت الميوكوس ممبرين. سب ميوكوزا معناته below or beneath الميوكوس ممبرين. That prevent، تمنع redundant folds، تمنع انه تتكون هذني الطيات مال الميوكوس ممبرين، وتمنعها من انه تنعض ما بين الاسنان اثناء غلق الفكوك when the jaws are closed. الميوكوس ممبرين مال الجنجيفا او يسموها الجم، جنجيفا اللي هي اللثة والتسمية الاخرى الغير رسمية اللي هي جم، is strongly attached to the alveolar periosteum. الالفيولار بيريوستيوم هو مثل ما نتذكر بالمحاضرات مال عظم المجزلة والماندبل، هي الاماكن اللي رحين بتبيها الجذر مال السن، يسموها الالفيولار بروسيسز. فهاي الميوكوس ممبرين مال الجنجيفا او مال الجم يكون متصل بشكل قوي لهذا الالفيولار بيريوستيوم. بالنسبة للسنسر انرفيشن اوف ذا ماوث، راح نتطرق فقط للروف، للسطح مالته اللي هو المكون من الهارد باليت والسوفت باليت، واللي راح يجهزن هو الجريتر باليتاين والنيزو باليتاين نيرفز، اللي هما طبعا جايات من المكسيلر ديفيجن، والمكسيلر ديفيجن بحد ذاته جاي من الترايجيمينال نيرف. هذا بالنسبة للماوث، خلصنا من عنده. بالنسبة للبالت، مثل ما قلنا البالت هي عبارة عن الروف، هي عبارة عن سقف اللسان، والبالت تتكون من هارد بالت وسوفت بالت. الهارد بالت هي عبارة عن عظم، السوفت بالت هي عبارة عن تشو أو عضلات. So the palate forms the roof of the mouth، تكون لنا السطح مال الماوث. وبنفس الوقت هي صحيح هي سطح، هي صحيح السطح هي مال الطابق الأول، ولكن هي أيضا ايش تعتبر؟ تعتبر الأرضية مال الطابق الثاني. شنو هو الطابق الثاني؟ هو النيزل كافيتي. النيزل كافيتي هو صاير فوق الأورال كافيتي، يفصل بيناتهم البالت. فلهذا السبب البالت بالنسبة للماوث هي روف، بس هي للنيزل كافيتي هي عبارة عن فلور، أرضية. تتقسم البالت إلى اثنين مثل ما قلنا، هارد بالت، الهارد بالت واللي هي تتكون من البالتين بروسيسز اوف ذا ماكسيلي، من عظم المكسيلا، والهوريزونتال بليتس اوف ذا بالتين بونز. اذا هي تتكون من عظمين، المكسيلا والبالتين بونز. It is continuous behind with a soft palate، وراح طبعا شيء اكيد تكمل نفسها ويا السوفت بالت. السوفت بالت شنو؟ هي عباره عن موبل فولد attached to the posterior border of the hard palate. إذن هي عبارة عن طية متحركة متصلة بالحدود الخلفية للhard palate، لأن هسه مثل ما قلنا إنها عبارة عن structureين، واحد continuous للثاني. ال posterior border مال soft palate بالmidline مالتها راح نشوف أكو فد conical projection، conical projection اللي هي يسموها uvula. السوفت باليت is continuous at the sides، هي تكون عبارة عن continuation أو شيء يكمل بعض ويا lateral wall مال الفارنكس. إذن هي continuous ويا lateral wall of the pharynx. السوفت باليت is composed of mucous membrane, palatine aponeuroses and muscles. إذن السوفت باليت تتكون من ثلاث شغلات: mucous membrane, palatine aponeuroses and muscles. الميوكوس ممبرين، اولا طبقة الميوكوس ممبرين covers the upper and lower surfaces of the soft palate. اذا الميوكوس ممبرين راح نلقاه بالupper واللower surfaces، بالاسطح
الفوقية والتحتية للسوفت باليت. البالاتين أبانيوروسيس، شنو هذا البالاتين أبانيوروسيس؟ هو عبارة عن فايبروس شيث أو شيت مصنوعة من الفايبروس تيشو اتاشت المن للبوستيريور بوردر مال الهارد باليت. إذن البالاتين أبانيوروسيس هي عبارة عن شيت مصنوعة من الفايبروس تيشو وتلتصق بالحدود الخلفية للهارد باليت. It is the expanded tendon of the tensor villi palatini muscle. إذن هي طلعت عبارة عن tendon. إحنا قلنا كل عضلة بالجسم لازم تتكون من belly بطن العضلة وtendon منها وtendon منانة. تكون هاي البالي مالتها وtendon يربطها بالinsertion وtendon يربطها بالorigin. إذن palatine aponeurosis هو عبارة عن tendon. هو الرباط أو الرباط مال التنسر فيلاي بالاتيني ماسل اللي هي وحدة من عضلات السوفت بالات. ثالثا أو الطبقة الثالثة اللي تتكون من عدها السوفت بالات هي المسلز. Muscles of the soft palate. The muscles of the soft palate are التنسر فيلاي بالاتيني والليفيتر فيلاي بالاتيني Palatoglossus, palatopharyngeus, and musculus uvuli. إذن العضلات عبارة عن tensor وليفيتر. هاي اثنين. tensor يعني تشدها للسوفت بالت وليفيتر يعني ترفعها. Palatoglossus هي عبارة عن عضلة اللي تربط البالت باللسان فيسموها palatoglossus لأن كلمة glossus معناته لسان بال لاتيني. Palatopharyngeus اللي هي العضلة اللي تربط البالت بالفارنكس بالبلعوم. Palatopharyngeus. وآخر شيء musculus uvuli. المسكولس uvuli هي عبارة عن العضلة اللي موجودة باليوفيولا هاي الكونيكال شيب اللي من نفتح حلق المريض نشوفها. هاي أيضا بها عضلات والعضلة مالتها اسمها musculus uvuli. طيب بالنسبة للعضلة اللي هي تنسر فيلاي بالاتيني قلنا هي من اسمها تنسر يعني تسوي تنشن يعني تشد. التنسر فيلاي بالاتيني converge as they descend from their origin to form a narrow tendon. إذن هن العضلة تتضيق كل ما تنزل من الأوريجين مالتها إلى جهة ال insertion تتضيق وتصير narrow tendon تتكون أو تتحول إلى رباط أو tendon رفيع أو ضيق. This tendon هذا التندن together with the tendon of the opposite side ويا التندن اللي مال الجهة الثانية لأن هنا أكو عضلتين عضلة على اليمين وعضلة على اليسار فالتندنز مال هذين العضلات اثنيناتهن expands يتوسعن وشي يكون لنا يكون لنا البالاتين أبانيوروسيس. مثل ما حكينا قبل شوي قلنا البالاتين أبانيوروسيس هو عبارة عن التندن مال التنسر فيلاي. When the muscles of the two sides contract من تتقلص العضلتين هذين التنسر فيلاي بالاتين مال السايدين اليمين واليسار the soft palate is tightened تنشد السوفت بالات أو تتقلص. بيش هاي راح تفيد؟ تفيد انه تحرك السوفت بالت upward or downward as a tense sheet تحركها للأعلى أو للأسفل كقطعة واحدة قطعة مشدودة واحدة. هاي فائدتها يعني هاي راح تسهل لك أيضا عملية البلع أو أثناء هضم الطعام. النيرف سبلاي التجهيز العصبي للبالت راح يكون عن طريق الـ greater والـ lesser palatine nerves اللي هم منين جايين؟ جايين من الـ maxillary division واللي هو أصلا جايين من الـ trigeminal nerve. الـ greater والـ lesser palatine nerves enter the palate through the greater and lesser palatine foramina. بالإضافة إلى ذلك أكون nasal
palatine nerve. Nasopalatine nerve هو أيضا برانش من المكسيلري نيرف. Enters the front of the heart palate through the incisive foramen. إذن هذا يجهز المقدمة مال الهارت بالت ويدخل للهارت بالت عن طريق الانسايسيف فورامين. الجلوسوفارينجيال نيرف also supplies the soft palate. إذن بالنسبة للتجهيز العصبي صار عندنا greater و lesser palatine nerves، وصار عندنا nasopalatine nerve، وصار عندنا glossopharyngeal nerve. الجلوسوفارينجيال نيرف يجهز لنا soft palate، النيزوبالاتين نيرف يجهز لنا المقدمه مال هارت بالت ويدخل لها عن طريق الانسايسيف فورامين، بينما الجريتر واللسر بالاتين نيرف يدخلن عن طريق الجريتر واللسر بالاتين فورامين. بالنسبه للبلد سبلاي مال البالت، الجريتر بالاتين ارتري اللي هو برانش من المكسيلري ارتري، والاسندنج بالاتين ارتري اللي هو برانش من الفاشيال ارتري، بالإضافة إلى الأسندنج فارنجيال. إذن عندنا greater palatine, ascending palatine, و ascending pharyngeal artery. lymph drainage راح يكون عن طريق deep cervical lymph nodes. مثل ما شرحنا بالعملي قلنا راح نشوف إذا نفتح حلق المريض راح نشوف مثل الأقواس أكو موجودة خلف اليوفيولا، اكو قوسين واحد اسمه البلاتو جلوسال ارش، وورا راح نشوف بلاتو فارنجيال ارش. البلاتو جلوسال ارش هي عباره عن فولد طيه من الميوكوس ممبرين. ايش تحتوي؟ تحتوي البلاتو جلوسس ماسل، واللي هي تمتد من السوفت بالت تو ذا سايدز اوف ذا تونج الى جوانب اللسان. البلاتوغلوسال ارتش شنو فائدته؟ فائدته انه يفهمك انه الماوث راح يبدي يتحول الى فارينكس. اذا هاي الحدود النهائيه مال الماوث ورا البلاتوغلوسال ارتش راح نبدي بالفارينكس اللي هو البلعوم. البلاتوفارينجيال ارتش هو ايضا عباره عن فولد من الميوكوس ممبرين خلف البلاتوغلوسال ارتش، runs downward and laterally to join the pharyngeal wall. إذن هو يتصل بالpharyngeal wall. البلاتوغلوسال arch يتصل بالتونغ. البلاتوفارينجيال arch يتصل بالpharyngeal wall. البلاتوغلوسال arch شكو بداخله؟ أكو بداخل البلاتوغلوسس muscle. بينما البلاتوفارينجيال arch شكو بداخله؟ أكو البلاتوفارينجيوس muscle. البلاتوفارينجيال ارتش راح نلقى بيه البلاتين تونسلز اللي هن المعروفه بالعاميه البلاعيم، which are masses of lymphoid tissue اللي هي عباره عن كتل من النسيج الليمفاوي، located between palatoglossal and palatopharyngeal arches. اذا بالنسبه لهذين الارتشات نفتح حلق المريض راح نشوف اقواس اثنين واحده ورا اللوخ. البلاتوغلوسال ارتش هو عباره عن طيه من الميوكوس ممبرين، اكو بداخل البلاتوغلوسس ماسل، يمتد من السوفت بالت للسان للسايدز اوف ذا تونج، وينطيك ايضا انديكيشن او مارك او علامه انه انتهى الماوث وراح يبدي الفارنكس. البلاتوفارينجيال ارتش هو عباره ايضا عن فولد اوف ميوكوس ممبرين خلف البلاتوغلوسال ارتش، ينزل على الجوانب ويتصل بالفارنجيال وول. المصل اللي بداخله هي البلاتوفارينجيوس مصل. راح نلقى البلاتين تونسلز اللي هن اللوزتين او البلاعين مثل ما يسموها، which are masses of lymphoid tissue اللي هي عبارة عن masses of lymphoid tissue نسيج لمفاوي، وتكون موجودة ما بين البلاتوغلوسال والبلاتوفارينجيال arches. Movements of the soft palate، تتحرك السوفت بالت؟ ايه تتحرك السوفت بالت. هسه قلنا قبل شويه انه التنسر فيلاي بالاتيني تتقلص وتحركها، تصعدها لي فوق او تنزلها لي جوا. The pharyngeal isthmus، شنو هذا الفارنجيال isthmus؟ اللي هو الكوميونيكيتنج شانل ما بين النيزل اند اورال بارتس اوف ذا pharynx. اذا الفارنجيال isthmus هو عباره عن منطقه تربط ما بين
النيزال بارت والأورال بارت of the pharynx. إذن الفارنكس بي لحد الآن two parts اللي هن النيزال بارت والأورال بارت. نقطة الارتباط بيناتهم هي الفارنجيال اسمس. الفارنجيال اسمس هذا اللي هو نقطة الاتصال ما بين النيزال بارت والأورال بارت مال الفارنكس ينسد إذا رفعت السوفت بالت. إذا السوفت بالت انسدت فهذا الرفع. إذن هاي شو تفيدنا؟ من نبلع ماي السوفت بالت شو راح تسوي؟ راح ترتفع تسدنا الاتصال ويا النيزل كافيتي أو ويا التجويف الأنفي على متحت الماي ليصعد للأنف ويطلع من خشمنا. زين. Closure occurs during the production of explosive consonants in speech. بالإضافة إلى ذلك هذا الكلوجر شي يصير؟ يصير لمن واحد يحكي بعصبية، تحكي بعصبية أو تطي صوت عالي explosive consonant in speech، تنطق بشكل قوي، أيضا تنسد عندك هاي الفرنجيال اسمس. مثل ما قلنا أنه soft palate is raised، ترتفع بواسطة الكونتراكشن لما تتقلص العضلات الليفيتر فيلاي بالاتيني on each side. At the same time the upper fibers of the superior constrictor muscle contract and pull the posterior pharyngeal wall forward. The palatopharyngeal muscles on both sides also contract so that the palatopharyngeal arches are pulled medially like side curtains. By this means the nasal part of the pharynx is closed off from the oral part. إذن مو بس الليفيتر فيلاي بالاتيني ترفع لك السوفت بالات وتسد لك الفارنجيال اسمس وتعزل لك الاورال كافيتي عن النيزل كافيتي، لا، بالإضافة إلى ذلك اكو عضلات أخرى مساعدة اللي هي يسموها السوبيريور كونستريكتور ماسلز، موجودات بالبوستيريور فارنجيال وول، إذن أيضا يتقلصن ويساعدن السوفت بالت على مود حتى تغلق لك هذا الكافيتي وتعزل لك النيزل كافيتي عن الاورال كافيتي. واحدة من هذين العضلات هي البالاتو فارنجيوس ماسل on both sides على الطرفين كونتراكت تتقلص. فش راح يصير عندنا؟ البالاتو فارنجيال ارشز راح تنسحب ميديالي للميديال سايد toward the midline باتجاه المدلاين مثل الكيرتن راح يصير. هو شوف دي وصفها like side curtains مثل الستائر الجانبية. من تتقلص هاي البلاتوفارنجيوس ماسل البلاتوفارنجيال ارشز تنسحب شلون الستارة وتنغلق. ومن هناك اللي فوق احنا شعدنا عندنا soft palate ايضا ارتفعت وغلقت لنا، فراح يسوون total shut off أو total close off، تمنعنا ال part اللي هو nasal part of the pharynx من ال oral part. نجي على آخر موضوع اللي هو tongue. tongue هو عبارة عن mass كتلة من الستريايتد ماسل. إذن أول شيء عضلة اللسان هي ستريايتد ماسل. The tongue is a mass of striated muscle covered with a mucous membrane. عضلة من نوع striated ومغطاية بميوكوس membrane. The muscles attach the tongue to the styloid process and the soft palate above and to the mandible and the hyoid bone below. إذن العضلات مال اللسان أو العضلات اللي تكون اللسان تثبتن اللسان بيمن؟ بالstyloid process والسوفت بالت من فوق وبالماندبل وبالهايويد بون من تحت. The tongue is divided into right and half and left halves by a median fibrous septum. إذن التونج إحنا صحيح نشوفه عبارة عن كتلة واحدة ولكن هو بالحقيقة مقسم إلى جزئين، جزء يمين وجزء يسار بواسطة septum. Fibrous septum, median fibrous septum. بواسطة حاجز متكون من الفايبروس تيشو وموجود بالسيبتم.
ميدلاين مال التونج. الميوكوس ممبرين اوف ذا تونج وخصوصا الابر سيرفيس، ابر سيرفيس مال التونج، قلنا احنا التونج هو عباره عن سترايتد مسل، هاي سترايتد مسل مغطاه بميوكوس ممبرين. الميوكوس ممبرين الابر سيرفيس مالته راح يقسم الى انتيرير وبوستيرير بارتس باي ا في شيبد سالكس. يعني احنا لو نلاحظ اللسان راح نشوف بالنهايه مالته اكو فد خط على شكل حرف في، هذا يسموه سالكس تيرميناليس. اذن قسمنا يا للميوكوس ممبرين الى انتيرير وبوستيرير. So the mucous membrane of the upper surface of the tongue can be divided into anterior and posterior parts by a V-shaped sulcus, the sulcus terminalis. The apex of the sulcus projects backward. إذا قمة هذا ال V-shaped sulcus باتجاه الخلف and is marked by a small pit. ورح نلقى فتخسفة بالنهاية مالتها يسموها الفوريمن سيكم. هاي الفوريمن سيكم هي رودمنتري، يعني مسدودة ولكنها موجودة، صايرة على شكل بيت. البيت معناته حفرة. فائدة هذا السلكس هو عبارة عن لاند مارك، علامة انه ترى التونج اتقسم الى جزئين، الجزء الامامي اللي هو عبارة عن ثلثين اللسان، والجزء الخلفي اللي هو عبارة عن ثلث اللسان. The sulcus serves to divide the tongue into the anterior two-thirds or oral part and the posterior third or the pharyngeal part. تقدر يا أما تسميه anterior two-thirds أو تسميه ال oral part أو تسميه posterior third أو pharyngeal part. الفوريمن سيكم مثل ما قلنا هسه هي عبارة عن embryologic remnant، هي بقايا جنينية المفروض احنا دارسيها وعارفيها بعلم الأجنة. The foramen cecum is an embryologic remnant and marks the site of the upper end of the thyroglossal duct. وتنطينا indication انه هنا كان مكان الثايروغلوسال duct، من اسمه thyroglossal، يعني عبارة عن duct او قناة واصلة ما بين الثايرويد جلاند واللسان، ثايرو جلوسال. طبعا اللسان اكو على السطح مالته بابيلي، وهذين البابيلي بيها انواع. الانتيرير تو ثيردز راح نلقى بيه الفيلي فورم بابيلي والفنجي فورم بابيلي والفاليت. الميوكوس ممبرين مال البوستيرير ثيرد ما بيه ذن البابيلي، ولكن السطح مالته يكون irregular surface. اذا الابر سيرفيس مال الانتيرير تو ثيردز راح نلقى بيهن هذن البابيلي، وبيهن انواع فيلي فورم، فانجي فورم، وفاليت. بينما البوستيرير ثيرد الميوكوس ممبرين مالته devoid of papillae، ما بيه ذن البابيلي، بس السيرفيس مالته يكون irregular. ليش يصير irregular؟ لان جوا اكو underlying lymph nodules يسموهن lingual tonsils. اذا هسه صار عندنا palatine tonsils اللي هن اللوزتين، وصار عندنا هسه lingual tonsils اللي هن ايضا عبارة عن lymph nodules، عبارة عن حبوب او عقد من الليمف موجودة تحت الميوكوس ممبرين مال posterior third of the tongue ويسموها lingual tonsil. The mucous membrane on the inferior surface، هسه احنا كل هذا كنا نحكي ال upper surface او ال superior surface. The mucous membrane ال superior surface مال ال tongue. The mucous membrane مال ال inferior surface مال ال tongue
is reflected from the tongue to the floor of the mouth. إذن هو عبارة عن استمرارية من اللسان للأرضية أو للقاع مال الفم. In the midline anteriorly, the undersurface of the tongue is connected to the floor of the mouth by a fold of a mucous membrane سميناها الفرنيولم. مثل ما قلنا الفرنيولم هو عبارة عن خيط أو عبارة عن حبل مصنوع من الميوكس ممبرين يربطن اللسان بالفلور اوف ذا ماوث. على جانبي الفرنيولم راح نلقى اللينجوال فين. اذا نقول لما يصعد لسانك راح تشوف اكو فد اوعية دموية لونها ازرق. هذين الديب لينجوال فين كان بي سين ثرو ذا ميوكس ممبرين. ولاترال لللينجوال فين راح نشوف الميوكس ممبرين فولدز اللي سميناها بلايكا فيمبرياتا اللي مثل ما شفناها بالعملي اللي هي عبارة عن مثل الزوائد لحمية تطلع باللسان. وقلنا هذا الشيء كلش طبيعي، مو فد شيء يعني مخيف او فد شيء غير طبيعي، لا جدا طبيعي. هذين يسموهن بلايكا فيمبرياتا وايضا مصنوعة من الميوكس ممبرين. المسلز اوف ذا تونج، المسلز اوف ذا تونج قسمناها الى انترنسيك واكسترنسيك. الانترنسيك مسلز هن اللي وظيفتهن فقط لللسان، ديديكيتد تو ذا تونج، كونفايند تو ذا تونج، شغلها فقط لللسان ما عندها شغل ثاني، كونفايند تو ذا تونج تكون موجوده فقط باللسان. And are not attached to bone. إذن الصفة الثانية معناته إنه هي تكون ما متصلة بعظم، ما عندها نقطة origin بعظم. إذن هي فقط بداخل اللسان، عضلة اللسان أو تكوين اللسان متكون من هاي intrinsic muscles اللي هن ما بهن أي attachment ويا البون. وتتقسم إلى ثلاثة: longitudinal رقم واحد، transverse رقم اثنين، and vertical fibers رقم 3. واللي يجهزها التجهيز العصبي مالتها هو الهايبوغلوسال نيرف. وظيفتها شو تسوي؟ alter the shape of the tongue، تغير شكل اللسان. إذن عضلات اللسان تقسم الى intrinsic و extrinsic. الانترنسيك اللي هي موجودة فقط داخل اللسان وما تتصل بأي عظم، وبها ثلاث أنواع: longitudinal، transverse، و vertical. تجهيزها العصبي hypoglossal nerve، وظيفتها alter the shape of the tongue، تغير لك شكل اللسان. الextrinsic muscles هذني، لا هذني اللي يمتدن بداخل اللسان بس هن شنو عدهن؟ عدهن attachment ويا bones. These muscles are attached to bones and soft palate، أو متصلة بالsoft palate، مو مثل هذيك الانترنسيك. الانترنسيك الانسيرشن الاوريجن والانسيرشن مالته باللسان، تنبع من اللسان وتنبت باللسان. هذول لا، هذول عندهم اوريجن اللي هي بون أو soft palate، والانسيرشن مالتهم راح يكون اللسان. ايش عندنا؟ عندنا جينيو glossus، genioglossus، عندنا hyoglossus، styloglossus، and palatoglossus. ال nerve supply مال extrinsic muscles راح يكون عن طريق ال hypoglossal nerve ما عدا ال palato. ال palato راح يجهزها ال pharyngeal nerve. إذن الجينيو الهايو والستايلو يجهزن الهايبوغلوسال نيرف ما عدا البلاتوغلوسس which is supplied by pharyngeal nerve plexus. البلود سبلاي راح يكون عن طريق اللينجوال ارتري والتونسلر برانش اوف ذا فاشيال ارتري.
والاسندنج فرنجيال ارتري. ثلاث شغلات تجهز لك اللسان: لينجوال ارتري، تانسلر برانش او ذا فيشال ارتري، واسندنج فرنجيال ارتري. الفينس درينج مال هذا البلد سبلاي راح يروح للانترنال جيجولر فين. انترنال جيجولر فين. بالنسبه لللينف درينج، التب مال اللسان، مقدمه اللسان راح يكون للسبمنتال لينف نودز. السايدز والانتيرير تو ثيردز، جوانب اللسان والثلثين الاماميه راح تروح للسبمانديبولر والديب سيرفايكال لينف نودز، والبوستيرير ثيرد راح يروح للديب سيرفايكال. اذا عندنا التب اللي هي مقدمه اللسان راح تروح للسبمنتال، السايد الجوانب والانتيرير تو ثيرز راح تروح للسبمانديبولر، والديب البوستيرير راح يروح للديب فقط. بالنسبه للسنسوري انرفيشن مال اللسان، الانتيرير تو ثيرز الثلثين الاماميه راح تكون عن طريق اللينجوال نيرف اللي هو برانش من المانديبولر اللي هو برانش من الترايجمينال. هذا ينطينا جنرال سنسيشن اللي هو الم، ضغط، حراره. بس اكو بعد شيء لخ اللي هو التيست، التذوق. التذوق يجي عن طريق منو؟ يجي عن طريق برانش من الفيشيال نيرف اسمه كوردا تيمباني. اذا الانتيريور تو ثيردز بيها نوعيتين من السنسر انرفيشن، واحد اسمه جنرال سنسيشن، واحد اسمه تيست، تذوق فقط، ما له اي علاقه، هذا اختصاصه تذوق. الجنرال سنسيشن راح يجينا عن طريق اللينجوال نيرف اللي هو برانش من المانديبولر، والمانديبولر هو برانش من الترايجمينال مثل ما نعرف. هذا ينطينا جنرال سنسيشن اللي هي قلنا البين، بريشر، هيت. بالنسبه للتيست راح تجينا عن طريق الفيشال نيرف من البرانش مالته اللي اسمه كوردا تيمباني، كوردا تيمباني برانش اوف ذا فيشال نيرف. البوستيرير ثيرد راح يكون عن طريق الجلوسو فارنجيال نيرف اللي ينطينا جنرال سنسيشن و تيست اثنيناتهم. جلوسو فارنجيال نيرف. اخر موضوع بالتونغ راح يكون هو عباره عن الموفمنتس، البروتروجن. اذا تريد تطلع لسانك لي برا فراح يكون عن طريق الجينيو جلوسس ماسلز اون بوث سايدز اكتنج توجذر. اذا لازم الجينيو جلوسس ماسلز اثنيناتن على الجانبين يشتغلن سويه، يتقلصن سويه حتى تطلع لك اللسان لي برا. اذا تريد تسوي ريتراكشن انه ترجع لسانك لي جوا، فهو عن طريق الستايلو جلوسس والهايو جلوسس ماسلز اون بوث سايدز اكتنج توجذر. الستايلو جلوسس اثنيناتن على الجانبين، والهاي جلوسس تنضاف لهن اثنيناتن على الجانبين، هذني اربعة يتقلصن ترجع لك اللسان اللي ورا. ديبريشن اذا تريد تنزل لسانك لي جوا، فهو عن طريق الهايو جلوسس ماسلز بوث سايدز اكتنج توجذر. اذا تريد تسوي ريتراكشن اند اليفيشن اوف ذا بوستيرير ثيرد، يعني ترجع لسانك وترفع فقط البوستيرير ثيرد، فهو راح يكون عن طريق الستايلو جلوسس، بلاتو جلوسس اون بوث سايدز اكتنج توجذر. ومثل ما قلنا الشيب تشينجز، اذا تريد تغير شكل اللسان راح يكون عن طريق الانترنسيك ماسلز. اذا بروتروجن حركه للامام راح تكون جينيو جلوسس ماسلز اثنيناتهم الجانبين. ريتراكشن حركة لي ورا راح تكون عن طريق الستايلو جلوسس والهايو جلوسس على الجانبين acting together. ديبريشن اذا تريد تنزل لسان لي جوا، فراح يكون عن طريق الهايو جلوسس. اذا تريد تسوي ريتراكشن اند اليفيشن مال البوستيرير 1/3، فراح يكون عن طريق الستايلو جلوسس والبلاتو جلوسس on both sides acting together. الشيب تشينجز مثل ما قلنا هذا عن طريق الانترنسيك ماسلز. وشكرا جزيلا لكم، خلصت المحاضرة رقم 15.